السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد ضمن سلسلة HTML 5 أو HTML 5، والذي يعتبر النسخة الأخيرة والتي يعمل بها حاليا مطورو المواقع الإلكترونية. في الفيديو الأول كنا قد رأينا بعض المعلومات في المقدمة، وكانت معلومات بسيطة حول HTML 5، ولكن لقد قمت بعرض المعلومات المهمة فقط. يمكنكم الاطلاع على HTML أكثر، على سبيل المثال على الهيستوريك، يعني قصته وكيف بدأ ومن أنشأه، وذلك في البحث عبر جوجل أو تحميل كتب PDF خاصة بالHTML 5. في هذا الفيديو سوف أتطرق للبرمجة، يعني إذا كنت شخص بيجينر لم تقم إطلاقا ببرمجة صفحة HTML، سوف تكون بعد هذا الفيديو قادر على إنشاء أول صفحة HTML بسهولة. بدون إطالة عليكم إخواني الكرام، سوف أذهب إلى سطح المكتب هنا وأقوم بإنشاء ملف. لسبيل المثال أقوم بكتابة project، يعني مشروع، أقوم بيس، يعني هنا لدي مشروع. أقوم بالدخول إلى داخل هذا المشروع وأحذف ما هو يعني كان لدي من قبل فولدر project، وهو حاليا فارغ. فأقوم بإنشاء ملف txt عادي، وأقوم بتسميته على سبيل المثال home أو my page، وصفحة HTML يعني تمديد صفحة HTML أو ملف HTML ينتهي ب HTML فقط، يعني كل ملف لديه تمديد، فال HTML هو HTML كتمديد. أقوم بحفظ هذا التغيير، يعني لدي هنا my page. يمكنني أن أرى هذه الصفحة عبر البراوزر أو محرك البحث جوجل أو على سبيل المثال أج. أقوم بالضغط مرتين على هذا الملف فلا يظهر معي أي شيء، لأن الصفحة لا تحتوي على أي كود HTML. أعود إلى البروجكت هنا وأقوم بفتح هذا الملف باستعمال إديتور، يعني محرر نص على سبيل المثال، والمعروف على الغني يعني التعريف هنا Visual Studio Code. أفتح الآن هذا الملف وأقوم بكتابة الكود. إخواني الكرام، أي بيج أو أي صفحة HTML 5 تبدأ بهذا السطر، يعني هنا أفتح هذا الشيء، هذا الرمز، ويظهر معي هنا كما ترون doc type، أو أقوم بكتابة علامة استفهام يظهر doc type، أقوم بالضغط على OK أو Enter، فهنا هذا السطر يعني هو يعرف ما هي النسخة التي أريد استعمالها في هذا الملف، يعني والdoc type HTML هي تستخدم في HTML 5. بعد فتح أو بعد إضافة هذا اللاين أو الخط هنا، أي كود أو أي عناصر داخل صفحة HTML يكون داخل التاج المعروف وهو HTML كما ترون. أضغط Enter. يمكنني إضافة attribute هنا، والذي يقول البراوزر اللغة التي أريد استعمالها هي على سبيل المثال EN للإنجليزية أو AR للعربية أو FR للفرنسية. دعونا نتركها EN حتى الآن. بعد هذا التاج هناك section معروفة بالهيد، يعني مجال أو مساحة تعرف بالهيد، تاج يعرف بالهيد هكذا.
فالهيد هو تاغ يحمل الكثير من الchildrens يعني child. على سبيل المثال هناك الاتريبيوت معروف بالتايتل. التايتل يعني إذا قمت بحفظ الآن ورجعت إلى الصفحة هنا نرى my page نقطة html، ولكن بعد إضافة هذا التايتل يمكننا إضافة الاسم الصفحة لتنبيه المستخدم في أي صفحة أنت. على سبيل المثال أقوم بكتابة my page أقوم بحفظ الملف، أرجع هنا وأقوم بريفرش فلدينا هنا my page. إذا كنت في سبيل المثال في صفحة about يعني أكتب about وتظهر لي هنا about. ذلك فقط هو best practice يعني لتنبيه المستخدمين. هناك أيضا عنصر آخر في الهيد وهو عنصر الميتا. الميتا وأقوم هنا كتابة charset وهنا أضيف etf 8 وأقوم بغلق هذا التاج. يعني هناك في هناك أو أقول للبروزر من فضلك استعمل هذا الكودينج حتى لا تظهر لي رموز غير مفهومة. على سبيل المثال البروزر قد لا يفهم اللغة العربية، قد لا يفهم اللغة الصينية، قد لا يفهم اللغة التركية لاحتواء هذه اللغات لبعض الرموز الغير مفهومة. فالكودينج أو الانكودينج UTF-8 هو يساعد البروزر على فهم هذه الرموز وتظهر بالشكل الصحيح. حتى الآن إخواني الكرام لا يوجد أي شيء في صفحتنا، فهناك تاغ معروف بالبودي وهو التاغ الذي نضع فيه ماذا يظهر للمستخدم في الصفحة. على سبيل المثال أقوم بإضافة هنا نص Welcome to Computer Science DZ وأقوم بالحفظ. إذا عدت هنا إلى هذه الصفحة فسأجد هذا النص الذي قمنا بإضافته. إخواني الكرام أعيد وأكرر لكم، أي صفحة HTML أو Basic Code لصفحة ما في HTML لديه هذه العناصر المهمة Doc Type للتعبير أو لمعرفة الفيرشن أو النسخة التي تستخدم. هنا نفتح HTML ضروري، يمكننا إضافة أتريبيوت اللغة. هنا الهيد تحمل مجموعة من العناصر، هذه فقط عناصر أولية، هناك عناصر أخرى سوف نتعرف عليها في حلقات أخرى. ولدينا هنا البودي والذي يحمل محتوى الصفحة. على سبيل المثال قمنا بإضافة Welcome to Computer Science. حسنا، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة حتى لا نطيل الحلقات. شكرا لكم ولإصغائكم. في الفيديو القادم سوف نتطرق إلى عناصر أخرى في الـ HTML. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.